تشكيلية من المملكة المغربية. أولا وقبل البدء كنشكر كل منظمي هذا البرنامج التلفزيوني المصري العالمي. صراحة فخورة جدا وسعيدة جدا بتواجدي أمامكم اليوم لأعرفكم عن بعض أعمالي الفنية. صراحة الفن التشكيلي بالنسبة لي فن راقي جدا، فن معبر جدا، كنحبه. وكانت البداية ديالي معاه منذ الصغر، يعني مني حليت عيني وأنا كنلقى الألوان قدامي، وكنت عاشقة للألوان لدرجة أنني لابد خصني نشري شي حاجة نلبسها خصها تكون ملونة. المنزل ديالي خصني دائما نلقى فيه ديك الحياة، ديك الألوان، وخصوصا الألوان الأساسية كانت بالنسبة لي هي طاقة، كتعطيني الطاقة مليئة بالحب والحياة والتفاؤل والأمل، ويعني معبرة. كانت بالنسبة لي كنت كنشوفها كنت كنرتاح، كنلقاها وكأنها كتسلب مني الطاقة السلبية. ملي كنت صغيرة كنت كنحمق على الألوان، كنت دائما باش نمشي نشري الملابس ديالي خاصني نقلب على ألوان اللي هي ألوان مختلطة يعني مع بعضها، خصوصا الألوان الأساسية. الألوان الأساسية كانت بالنسبة لي ألوان كتعطيني الطاقة الإيجابية. احتاجتني الفرصة وقدرت أنني نرفع الشتاء ديالي باش نغوص وسط هاد الألوان. كيف كنقول لهم دائما الألوان بحر، يعني بحر غير متناهي، يعني عميق جدا. لهذا كنت يعني كنغوص وسط هذه الألوان باش كنقدر أنني نكتشف حقيقة ما وراء وما داخل الألوان، لأن الألوان كتخرج منك يعني واحد الأشياء اللي مخفية ما تقدرش تعبر عليها بالكلمات، ما تقدرش تعبر عليها عن طريق الفنون الأخرى طبعا، لأن كل فن عنده يعني كتنقولوا احنا عنده ماليه، كل فن عنده ماليه. وأنا بالنسبة لي الفن التشكيلي هو واحد الفن اللي راقي جدا، اللي راقي يعني في قمة الرقي، لأنه أولا كنستعملوا فيه الألوان كيف ما كنهضروا دائما وكنرجعوا على الألوان، كنستعملوا فيه الألوان اللي بعض المرات كتعطينا الحياة، الحياة اللي ربما
يعني كتخرجنا من واحد الضغط نفسي، من واحد يعني تراكمات داخل اللي كتكون مخفية وربما احنا ما كنحسوش بها. وطبعا الفن التشكيلي كيخرج منا كل هادشي، وكنقدروا اننا نخرجوا يعني احاسيس ديالنا سواء كانت ايجابيه او سلبيه، وكنحطوها يعني في بعض اللوحات ديالنا باش كنقدروا اننا نوصلوا للناس حتى داكشي اللي ما قادرينش نقولوه او لا ما قادرينش نكتبوه او لا ما قادرينش نعزفوه، لان حتى الموسيقى حتى هي ليها دور كبير في 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 الراحه النفسيه. صراحة يعني كان دور كبير للعائلة ديالي، كان لها دور كبير في المساندة ديالي، وفي شو نقول لكم يعني كل واحد فينا كيعرف القيمة ديال العائلة ديالو من اللي كيمرض من واحد الحياة اللي هي عصيبة جدا، وكيلقى الناس اللي هما كيحبوه وتيبغيوه حتى هو كيحبهم وكيبغيهم، خصوصا الام. الام هي لا مثيل لها يعني على الارض، يعني واخا نعيا ما نقول في حق الام ديالي ما غاديش نوفي لها حتى جزء بسيط من داكشي يعني اللي قدمت لي اشياء كثيره جدا، وكنشكرها من هذا المنبر، كنشكرها شكر كبير، وكنعبر لها على الحب ديالي، وكنعبر لها على قداش انا ممتنه لها، وقداش هي كونت مني فعلا فنانه اللي اليوم كنعرض اللوحات الفنيه ديالي عبر يعني ملايين الناس، وخلاتني باش نتعرف على فنانة رائعين. طبعا فنانة في مجال الفن التشكيلي، تعرفت على فنانة اللي هما في مستوى راقي، فنانة اللي عندهم مشاعر يعني مختلفة، كيف ما كنعرفوا ان الفن تجمعك ما بين الناس اللي عندهم واحد الاحاسيس يعني اللي ربما مختلفة عن ماشي عن باقي الناس، ولكن كيكون عندنا واحد احنا الفنانة كيكون عندنا واحد الاحساس اللي هو مترابط مع بعضه تقريبا، يعني كنعيشوا يعني واحد العالم داخل. الا سولتي واحد الفنان قلتي له كيفاش كتعيش، كيقول لك كنعيش العالم ديال الحياه ديالي مع الناس اللي كنبغي، وفي نفس الوقت كنعيش واحد العالم داخل يعني كنعيشه مع نفسي. كنوجه لهم الشكر كاملين، كنوجه لاصدقائي الفنانة، كنوجه لهم الشكر ديالي الكبير، وسواء الفنانة اللي قابلتهم في الحياة ديالي او لا الفنانة اللي ما قابلتهمش، كنتمنى انني ان شاء الله نتعرف عليهم وان شاء الله نجلس معهم، وعلاش لا نشاركوا بعضنا ونقدموا كل ما هو افضل. التجريدي كيخليك انك تمزج الالوان بواحد الطريقه اللي انت كتبغيها، بواحد الطريقه اللي انت كتشوفها مناسبه، كيف سنقولوا حنايا مناسبه للموضوع ديالك. اللي طبعا اي فنان تجريدي سولتيه قلتي له اشنو كيعني هاد اللوحه الفنيه، تيقول لك ابدا ما غنجاوبكش على هذا السؤال، لان الفن التجريدي هو تيبقى للمتلقي، هو اللي كيقدر يعطيه الصورة اللي كيحب. يعني في الفن التجريدي تيكون المشاهد اللي له كامل الحرية.
كيف ما كنعرفوا اي مدينه او اي بلاد او اي دوله عندها تاريخ ديالها اللي طبعا تيكون تاريخ اللي هو عميق وعظيم جدا. انا تربيت في واحد المدينه اللي هي مدينه صغيره ولكن تاريخها كبير وعظيم جدا. مولاي ادريس الاول، مولاي ادريس الاول بين قوسين زرهون، هذه مدينه صغيره ولكن تاريخها كبير 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 بمعنى الكلمه. بالنسبه ليا كنشوفها اهم مدينه في المملكه المغربيه، ولا رجعتوا للتاريخ غادي تشوفوا قداش هذيك المدينه عندها تاريخ عظيم. تربيت ما بين دروبها، ما بين احيائها، ما بين ناسها، صراحه مختلفه عن باقي المدن في كل شيء، في كل شيء. هذا الشيء علاش هي راه لعبت دور كبير في الفن ديالي، صراحه رغم انني تنرسم الفن التجريدي وما كنجسدهاش هي بالخصوص في الفن ديالي، ولكن احاسيسها كاينين طبعا لانني كبرت ما بين دروبها، الناس ديالها، الحياه البسيطه، الحياه المختصره اللي كنا كنعيشوها في هذيك المدينه. وهذا غادي يخليني نهضر على مصر العظيمه، التاريخ ديالها يعني كل واحد كيعرفه لحد الان، يعني العلم مازال كيبحث في التاريخ ديال مصر العظيم. تبارك الله، يعني عندها واحد يعني واحد التاريخ مختلف على باقي يعني البلدان. ملي كنشوفوا الاهرامات ديال مصر راه شي حاجه اللي هي كيف قلت لكم مازال العلم لحد الان كيبحث وكيقلب كيفاش عاشت الانسانيه. يعني داكشي يعني عميق جدا، يعني باش تدخل فيه خاصك يعني بزاف. هادشي علاش صراحه ملي كنت كنبغي نرسم بعض المرات كنت كنمشي وكندخل وسط هاد الاشكال الهندسيه اللي كنشوفها انا مهمه صراحه، اشكال اللي هي مهمه وكنقدروا ناخذوا منها، علاش لا ناخذوا منها كل الفنون. وسبحان الله، يعني ملي كنبقى نشوف وكنتعمق في قاع دوك الاثارات ديالها بحال اللي كيعطيوك واحد الطاقه من نوع خاص، واحد الاحساس من نوع خاص. صراحه خديت منه هاد التاريخ، خديت منه واحد الاحاسيس اللي كنعتبرها انا احاسيس اللي خلاتني يعني نعبر اكثر على الحريه ديالي. كيف ما كنعرفوا اي تاريخ كان عنده السلبي والايجابي ديالو، وانا كنشوف في الحضاره المصريه عندها واحد الجانب ايجابي بزاف. يعني الا مشيتي تتعمق فيه تلقاه هو كانه طاقه، كتنعم بواحد الطاقه اللي هي ايجابيه، وهذا الشيء هذا يعني خلاني من عشاق مصر، وكنتمنى انني نزورها في القريب العاجل. Thank you.
درت معارض لي هي وطنيه ودرت معارض لي هي دوليه. من بين هاد المعارض مصر، كنت جد سعيده بالمشاركه ديالي في معرض مصر ومعرض تركيا. طبعا سعيده جدا جدا باش نكون في دوله ديال تركيا نحط الفن ديالي. ومنساش كوريا الجنوبيه، حتى كوريا الجنوبيه صراحه فخوره جدا جدا بالمشاركه ديالي معهم، وماليزيا وفرنسا. وتنتمنى انني نزيد نشارك اكثر، لان صراحه هاد المعارض في هذاك التنوع الفني اللي كتخليك تزيدي تعطي اكثر وتزيدي تعرفي على فنان اكثر من انحاء العالم. كنشكر المشاهدين وكنشكر برنامج قارولي حول العالم، وايضا كنشكر المخرج اسماعيل بكر على استضافتي في هذا البرنامج. صراحه هو برنامج بالنسبه لي برنامج جميل جدا، اللي كيخلي الفنان التشكيلي يعرف على راسه اكثر ويعرف على الفن ديالو اكثر. هذا الشيء صراحه محتاجين له في الاذاعات ديالنا، يعني اذاعات تلفزيونيه العربيه ديالنا محتاجين يكونوا عندنا بحال هاد البرامج، محتاجين نكونوا كنوصلوا الفن ديالنا عن طريق التلفاز. ورغم انه كاينين برامج اللي كتوصل الفن التشكيلي، ولكن ما كرهناش يكونوا عده برامج يعني اللي تكون كثيره وتكون يعني دائما يعني حاضره في التلفازه ديالنا.